المكاسب التي حصلتها المرأة التونسية، وكان ليه الفضل الأكبر فيها الراحل الرئيس السابق الباجي قائد السيبس. حضرتك شايف أنه هل ممكن تستمر المرأة التونسية في إعطاء المزيد من دورها سياسيا واجتماعيا، وإزاي تونس تشجع المرأة عنها؟ أكيد أنه مكاسب المرأة التونسية منذ منتصف القرن الماضي كان المصلح الاجتماعي الكبير طاهر الحداد في بداية الثلاثينات أصدر كتابه الشهير امرأتنا في الشريعة والمجتمع سنة 1931، وتواصل هذا المنهج في تكريس مكاسب المرأة من قبل الزعيم الحبيب بورقيبة. فمباشرة بعد الاستقلال تونس سنة 1956 أصدرت دولة الاستقلال والزعيم حبيب بورقيبة مجلة الأحوال الشخصية التي كرست حقوق المرأة في تونس، وكانت حقوق ودور المرأة في دور متقدم جدا بالنسبة مع احترامي لكل الدول في العالم العربي والإسلامي. فالمرأة التونسية كانت أول امرأة تنتخب وتنتخب حتى متقدمة على العديد من الدول الأوروبية. تواصل هذا المنهج وتكرست مواقع المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل مناحي